أهلا بكم مشاهدينا. مع ازدياد التحديات البيئية التي تواجه الأرض وخصوصا تلك المتعلقة بتغير المناخ، تستثمر العديد من الدول الآن فيما يطلق عليه بالزراعة الذكية وابتكار النظم الغذائية. نعم، هذه التقنيات هنا سهى تساعد في جعل عملية الزراعة أكثر نجاحا ومرونة وخصوصا في البيئات الصعبة. من هذه المبادرات التي تشرف عليها عدة دول، مركز دولي أنشئ في دبي يختص بالبحوث الزراعية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية. التفاصيل نتابعها هنا في لقاء خاص مع طريفة زعابي المديرة العامة للمركز الدولي لزراعة الملحية. نتابع. المركز الدولي للزراعة الملحية أسس في عام 1999 برؤية حكيمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية. يهدف المركز لإجراء أبحاث زراعية تطبيقية أهدافها زيادة الإنتاجية الزراعية وبالأخص في الأراضي الهامشية، وكذلك نقل المعرفة من مركز الأبحاث نفسه ومختبرات الأبحاث إلى المزارعين وأصحاب المصلحة، إلى ذلك إجراء العديد من الأبحاث اللي تخدم الموارد الطبيعية وكذلك المزارعين وزيادة مهاراتهم في هذا المجال. هناك الكثير من البحوث الذي يقوم بها المركز في مجال الزراعة. تركز هذه البحوث على 4 محاور مختلفة. أولاً الموارد المائية واستدامتها. نحن نتكلم عن مناطق فيها شح في المياه العذبة، لذلك عملية استخدام هذه المياه بالتقنيات تساعدنا في الحفاظ على الموارد لمدة أطول، وكذلك كيفية استخدام مصادر المياه البديلة كالمياه المالحة مثلاً، مياه البحار والمياه المرتجعة من التحلية. بالإضافة إلى ذلك نحن ننظر للمحاصيل. إحنا نتكلم عن الأراضي الهامشية، نتكلم عن أراضي فيها تدهور، أراضي فيها تملح، وكذلك الموارد المائية مالحة. كيف نقدر نزرع محاصيل لها قدرة في تحمل الملوحة وكذلك إعطائنا النتائج الأفضل من ناحية الاستدامة الزراعية؟ طبعا احنا نتكلم عن التغيرات المناخيه وتاثيرها على الانتاجيه الزراعيه، البيوت المحميه، البيوت الخضراء، كيف ممكن احنا نستخدمها بعمليه مقننه لاستخدامات المياه وكذلك الطاقه. واخيرا نتكلم عن استصلاح التربه واستصلاح الاراضي واستخدام المواد العضويه في تطوير صحه التربه. طبعاً لدولة الإمارات العربية المتحدة سباقة بمجهوداتها في مجال الزراعة، تم إعلان هذا العام عام الاستدامة، وذلك لمنحه طبعاً خصائص مهمة بما تختص للزراعة كذلك اللي احنا نركز عليها. بالإضافة أن تستضيف دولة الإمارات يعني كوب 28 إن شاء الله، وهذه منصة عظيمة يعني على المستوى العالمي، تجمع متخذين القرار، الباحثين، العلماء، كذلك الشباب، والتركيز على المرأة، إشراك المرأة في عملية تطوير يعني الزراعة أو الأبحاث الزراعية والتكنولوجيا وكيفية معرفة تأثير تغيرات المناخ على الإنتاجية الزراعية وأصحاب المصلحة بما فيهم الشباب والمرأة. طبعا احنا فخورين باستضافة دولة الإمارات لهذا المنطقة، وكذلك مشاركتنا بتكون بالعديد من الفعاليات، منها التركيز على الأبحاث المختصة بالمناخ وكذلك دراسة تأثيرات المناخ على الزراعات في البيوت المحمية أو حتى الزراعات في الميدان المفتوح. بالإضافة إلى ذلك بنتكلم أو بنطلق العديد من التحالفات التي تخدم أصحاب المصلحة في هذا المجال.